الإخبارية وإلى وزارة الصحة، حيث بدأت وزارة الصحة والسكان تلقي بيانات مرضى التهاب الكبد الوبائي فيروس سي من أجل الحصول على عقار سوفالدي الجديد من إنتاج شركة جيلياد الأمريكية من خلال البوابة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لذلك. في حدث ينتظره أكثر من 9 ملايين مريض للتخلص من معاناتهم بالالتهاب الكبد الوبائي أو فيروس سي، تبدأ اليوم وزارة الصحة تلقي بيانات مرضى فيروس سي من أجل الحصول على عقار سوفالدي الجديد من خلال البوابة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لذلك، لتجنب تزاحم المرضى أمام المراكز التابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية ولتسهيل عملية التوزيع على المرضى. ومن ضمن البيانات الشخصية المطلوبة للمريض للتسجيل على موقع الوزارة هي الرقم القومي والاسم الثلاثي واسم الوالدة الثلاثي ورقم التليفون. وبعد 24 ساعة من التسجيل يتم الرد على المريض برسالة تحتوي على اسم وعنوان مركز الكبد المخصص لتلقي البرنامج العلاجي، وأيضا الموعد المحدد لاستكمال إجراءات تسجيل بيانات المريض بالمركز، ومن ثم إجراء الكشف الطبي، على أن يقوم المريض بطباعة الرسالة الظاهرة في اليوم التالي قبل التوجه إلى المركز المخصص له بالرسالة، نظرا لاحتوائها على علامة مائية تثبت صحة التسجيل على الموقع الإلكتروني. وزارة الصحة أعلنت أنه لا رسوم مستحقة مقابل التسجيل على الموقع، كما أن الكشف الطبي بمركز الكبد المخصص للمريض سيجرى مجانا، وفي حالة عدم ذهاب المريض في الموعد المحدد له من قبل الموقع يمكنه إعادة التسجيل للحصول على موعد آخر خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ تسجيله للمرة السابقة.